لمناقشة التظاهرات في باريس معنا من هناك الدكتور إسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي. دكتور إسماعيل، بداية مرحبا بكم. ما الأسباب الحقيقية لتجدد التظاهرات خاصة وأن الحكومة الفرنسية استجابت لمطالب إلغاء الضرائب؟ بداية أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. وهو في الحقيقة أن في بداية المظاهرات هذه كانت انطلقت على أساس هذه الزيادات الضريبية على الوقود وعلى المطالب الاجتماعية الأخرى، ولكن بعدما لم يتم الاستماع ولم يتم أخذ هذه المطالب بعين الاعتبار من طرف الحكومة، سواء من طرف الحكومة أو سواء من طرف الرئيس ماكرون، الآن تغيرت الأمور منذ الأسبوع الذي مضى، يعني السبت الماضي أصبحت سقف المطالب أصبح فاق وزادت سقف المطالب، وبالتالي يعني استجابة الحكومة لهذا المطلب، يعني اللي هو إلغاء زيادات الضرائب، أصبح غير كافي ولم يعد هو من كيف ترى تعامل السلطات الفرنسية مع الاحتجاجات؟ يعني كيف تصف هذا التعامل؟ هناك انا كنت حاضر في كل يعني في الشارع الرئيسي للشانزليزي في باريس، وهناك حقيقه هناك استفزاز من طرف القوات الامنيه، هناك استفزاز للمتظاهرين، حقيقه هناك من المتظاهرين ما تغلغلوا، وهناك لان هنا هذه السفرات الصفراء هي خليط ومزيج و فيها المتشدد وفيها المعتدل وفيها من يريد أن يتظاهر من أجل هذه المطالب وفيها من تغلغل لأجل السرقة ولأجل التخريب ولأجل أمور أخرى، ولكن ما رغم هذا فإننا لاحظنا أن هناك استفزاز من الجانب الأمني من جانب القوات الأمنية، وبالإضافة إلى أن الصحافة أو الإعلام الفرنسي هنا قد سيطر هذه الحركة ولم يعطيها. لماذا من وجهة نظركم يعني هذه الاحتجاجات والتظاهرات انتقلت إلى بلجيكا وانتقلت إلى هولندا، يعني مع أن سقف هذه المطالب وهذه أو وتيرة هذه التظاهرات آخذة بالتصاعد في فرنسا في باريس؟ نعم، هذا يعني لخطورة الأمر، لأن الحكومة لو استجابت الحكومة في البداية واستجاب ماكرون في البداية لما آلت هذه الأمور إلى ما آلت إليه الآن أصبحت لم تصبح ظاهرة فرنسية فقط، بل أصبحت ظاهرة أوروبية قاطبة، انتقلت إلى بلجيكا وإلى هولندا، وممكن الأسبوع المقبل نجدها في دولة أخرى، في اليونان أو في إسبانيا أو في دولة أخرى. المهم الآن أوروبا اليوم تعيش يعني أن ميلاد حزب سياسي، خلينا نسميه حزب سياسي جديد، وأكبر حزب سياسي معارض اللي هو هذه الحراك الاجتماعي أو حزب الفيسبوك، حزب الرقمنة، الذي ليست له لا هيكلة سياسية ولا هيكلة نقابية، أصبح هو من يهدد هذا الكيان، هذه المنظومة الأوروبية الآن أمام أزمات حادة. اليوم بالأخص التجربة الماكرونية الآن على المحك، قضية استجابة ماكرون لهذه المطالب، هو الآن يعني تأخر في الاستجابة والأمر زاد تعقدا. القضية الأخرى على أن ماكرون إذا أمامه حلين كلاهما مر، الحل الأول إذا استجاب كليا إلى هذه المطالب وهذا السقف الذي زاد، سيعلن وفاة حياته السياسية. شكرا لك دكتور إسماعيل خلف الله الباحث في القانون الدولي، كنت معنا من باريس.